أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق احتفال صيد البيض في إحدى المزارع الموجودة في مدينة الفحيص. وقد اشتمل الاحتفال الذي حضره الإرشمندريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقفي العام في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نور سات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وعدد كبير من العائلات وأطفالهم على فقرات ترفيهية متنوعة أطفت الفرحة والبهجة على الحضور. بحب أشكر حضور دكتورة باسمة السمعان وأبونا بسام على نشاطنا اللي عاملينه للإيج هانتينج. هو كان أكبر نشاط لإلنا بعد فترة كورونا، وهو كان من أنجحهم إن شاء الله. وإحنا اجتمعنا بأهالينا وحبايبنا بعد فترة كتير طويلة، وكتير انبسطنا مع بعض، وكل سنة وإنتوا سالمين إن شاء الله. دائما بتشرفونا ودائما نحاول نبسطكم.